من أشد أنواع الظلم في هذه الحياة القاسية أن يلعب الظالم دور الضحية ثم يتهم المظلوم بأنه ظالم. بعضهم يؤذونك ويستفزونك ليخرجوا منك أسوأ ما فيك، ثم يقولون هذا أنت، وإن لم ترد وبقيت صامتا زادوا في غيهم واعتقدوا أنك ضعيف مهيض الجناح غير قادر على الرد. نصيحة: لا تدفعوا بالآخرين إلى الخروج عن طورهم، لأنكم وقتها قد تتأذون كثيرا فتكونوا على ما فعلتم نادمين.